فيما يخص توقعات الطقس خلال الساعات القليلة القادمة، ونظرا لتمركز منخفض للضغط الجوي يقارب 999 ملي بار على شمال حوض البحر الأبيض المتوسط، سوف يواجه بذلك تيارات قوية نوعا ما تكون من غربية شمالية غربية، وهذا على كل السواحل الوطنية، وبذلك رياح قوية قد تصل سرعتها أو تتعدى محليا 60 كيلومتر في الساعة ابتداء من يوم الاثنين بإذن الله على السواحل الغربية الوسطى وكذلك الشرقية للوطن.